dergahına kabul edilsin. Cenab-ı Allah Kurban Bayramı'nı hakikaten Allah yolunda kurban edilenlerden olmayı nasip eylesin. صباح الخير. اليوم صباح العيد، كل عام وانتم بألف خير يا رب. طبعا هذا العيد الثامن إلي من دون أهلي، يعني تعودت نوعا ما عادي، بس حد الآن ما تعودت على عدد التكبيرات اللي بنكبرها بصلاة العيد عند الأتراك، يعني هن بيستخدموا أو بيتعامل بالمذهب الحنفي، فكل شيء مختلف عنا. لهالسبب أنا دائما ما بحفظ عدد الركعات، بقلدهم يعني، بستناهم هيك متأخر ثانية لحتى ما خربطوا بسجد قبلهم. هلا صح أنا أهلي مو معي، بس أنا ماني من جماعة بأي حال إنه التياعيد، يعني موضوع الفرح أنا دائما ببص بالعيد، وأهم شيء أصلا عندي بالعيد هو صلاة العيد نفسه. فدائما كنت في كثير يعني بأحيان هون بأنقرة بتركيا يعني ضيعت صلاة العيد، فبحس إن العيد كله ضاع. فبهالسبب اليوم مبسوط الحمد لله، فقت على الصلاة وصرحت صليت العيد، فيعني إن شاء الله عيد مبشر هالمرة. هلا الشيء اللي دائما ممكن يعني نغص علينا فرحة العيد هو إنه في ناس يعني عندنا أهلنا بسوريا وبكثير من الدول عم يعيشوا لسه الحروب، عم يعيشوا لسه الألم. هذا الشيء دائما يعني يحز في نفسنا إنه ما عم يفرحوا مثلنا، ولا حتى نحن عم نفرح مثل غيرنا. ف الله المستعان، يعني شو بدنا نحكي، بالنهايه الفرح بالعيد مطلوب. الله ان شاء الله يفرح امه محمد اجمعين. العيد بتركيا، العيد بتركيا نوعا ما بيشبه اللي عندنا، بس يعني غير العادات تختلف بكثير امور. اولها الصلاه طبعا، لانه دائما ببلشوا هن بالتكبيرات، وبعدين بتكبر ركعة الثانية بنقرأ القرآن، وبعدين بنكبر. وأنا أساساً يعني ما حفظتهم، ونحن أنا بعرفهم خمسة بسبعة الوضع أول شيء بيبقى أول ما في الصلاة مختلف. بالنسبة للسلام والهي مثل عدنا بسوريا، بعد الصلاة بيسلموا على بعض، يعني بيحضنوا بعض ويلا. بالنسبة لأنقرة هلا فرجيكم، راح نطلع فاضية. أنقرة بتفطى بالعيد، مع انه هي العاصمة وهي لازم تكون يعني القوة السكانية كلها هون، ولكن هذا الشيء مو موجود بأنقرة. موجود طبعا بمناطق مثل ازمير، ممكن مناطق مثل اسطنبول بنلاقي فيها هذا الشيء. هون اجيت عند رفيقي سراج، نمت عنده، كمان احمد اخوي هون، فيعني نوع من العائلة بهالعيد. يلا طبعا رجعت، ما طلعت برا البيت لحد الان، يعني العيد شوي ممل بأنقرة. جات نمت، غالبا حنزل كمان شوي، بدي اروح على السكن زبط شوي اموري، سلم على الشباب هنيك، وبعدين انزل على البلد الفاضي يعني. هاي رجعت، هذا السكن اللي وراي، هذا هو السكن الصيفي. انا فرجيتكم من قبل السكن الشتوي، هذا هو السكن. طبعا السكن كبير، هلا افرجيكم اياه من جوا. برأيي أنا يمكن أنقرة تعتبر من أسوأ الأماكن اللي ممكن أنت تعمل فيها عيد، يعني كثير مملة، يعني ما في أماكن ممكن تروح عليها، ما في أسواق كبيرة أنت ممكن تروح فيها بالعيد. يعني إذا ما كان عندك رفقات هون أنت خلاص راح تقعد بالسكن وتكتئب. يعني صراحة جو العيد بشكل عام اللي معروف عند الناس، أنا بالنسبة إلي نسيته من زمان، ما عاد حسيت فيه. يعني مجرد فكرة صلاة العيد أنا عندي إياها لحد هلق هي فكرة مقدسة، بنبسط كثير لما أروح صلي. أما باقي الأيام يعني
عادية جدا، ما في أي عيد. هلا يمكن حدا يقول لي إنه في حدائق هون وفي ملاهي وكذا، والله ما بعرف. أنا بالنسبة لي موضوع الملاهي خلاص كبرنا يعني شوي، ما بعرف إنه ما عاد لي رغبة إني أنا أروح أو أطلع على هيك أماكن. يعني إذا في أماكن حلوة بأنقرة خارج الواحد يروح عليها خبروني بالتعليقات للناس اللي موجودين بأنقرة. طبعا أنا هلأ طالع، ماني ضال، طالع برا شوف لي شي مكان أنا والشباب. 3 days later. اليوم رابع يوم العيد، هون طلعنا أنا وأبو بلال. باي لي الكاميرا أبو بلال، شو رأيك بالعيد أبو بلال اللي تبع أنقرة؟ ما عيد هذا. آخر مرة بذكر حالي انبسطت بالعيد ب 2010، من بعدها ما عاد صرنا نحس لا بلذة العيد ولا بفرحة العيد، اصلا ما نحس انه عيد اصلا يعني مثل باقي الايام. صرنا نشتهي انه العيد يخلص مشان عادي ترجع لايام مثل قبل ومكمل. لا والله حياتي. اصلا لا مشتهي يخلص ولا مشتهي ولا مش حاسس يجي. انه ابدا في عيد. هون جينا على الاكل. طبعا بعد لفة طويلة قررت اخذ من الكي اف سي. الشباب ما بعرف وين، كل واحد قرر ياخذ شيء بده اياه بحبه. شكله الطلب صار جاهز. انا هون جبت من كي اف سي، وابو بلال جاب قررت فاصوليا الحظ 17 ليرة جابوا. ندمان ابو بلال؟ لا الزلمه مو ندمان، اساس طيبه ما بعرف. والله بعد ما راح ادوقها بعد ال 17 ليره اكيد ما راح تقول انها مو طيبه يعني. خلصنا اكيد راجعين هلا على البيت، خلص العيد هذا اخر يوم. بلال احكي لك كلمه. ما بعرف. كل عام وانتم بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. هذا آخر يوم مثل ما حكينا هيك يعني مو قدر، كان المول على ختام عدنا، وإن شاء الله نشوفكم على خير. سلام.